السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد العدلي. الفيديو ده ان شاء الله هتكلم فيه على منحه الجامعه المصريه الروسيه، ودي اول منحه موجوده معانا من منح الجامعات الخاصه الموجوده في مصر. الجامعه المصريه الروسيه هي جامعه خاصه موجوده في مصر، معتمده من المجلس الاعلى للجامعات، موجوده في مدينه بدر في محافظه القاهره، والجامعه موجوده في ميدان هناك اسمه ميدان الجامعه المصريه الروسيه. وعشان تتقدم في المنحه ديت لازم تروح هناك الجامعه تقدم. هتشوف دلوقتي بقى التفاصيل بتاعه المنحه دي. المنحه ديت لثلاث كليات، هما كليه الصيدله وكليه الاسنان وكليه الهندسه. طب الاسنان والصيدله والهندسه هم دول اللي موجودين في المنحه، لان الجامعه مش موجود فيها الا الثلاث كليات دول بس. بالنسبه لمواعيد التقديم، التقديم ان شاء الله هيبدا من يوم 5/8/2018 لحد يوم 15/8/2018، يعني معاك 10 ايام تقدم فيهم. بالنسبه للشروط عشان تقدم في المنحه دي، اول حاجه لازم الطالب يكون مصري الجنسيه ومن ابوين مصريين. تاني حاجه انك لازم عشان تقدم في المنحه ديت الحد الادنى بتاعك بالنسبه لكليه الصيدله او كليه طب الاسنان يكون 96.4%. يبقى انت دلوقتي عشان تقدم على كليه صيدله او كليه طب اسنان في المنحه ديت وانت شعبه علم علوم، المجموع بتاعك ما يقلش عن 96.4%. اما لو انت شعبه علم رياضه وعاوز تقدم على كليه الهندسه، فالحد الادنى بتاعك يكون 91.4%. ده اقل حاجه عشان تقدم على المنحه ديت بالنسبه لكليه الهندسه. الشرط اللي بعد كده انك لازم تكون حاصل على الثانويه العامه من مدرسه حكوميه، ما ينفعش مدرسه خاصه. والشرط اللي بعده انك لازم ما تكونش قدمت لاي جامعه خاصه او اي جامعه اهليه، يعني ما ينفعش واحد قدم مثلا لجامعه 6 اكتوبر السنه دي وقبل فيها مثلا او اي حاجه يروح يقدم في المنحه ديت. عشان تقدم في المنحه ديت لازم تكون انت ما قدمتش لاي جامعه خاصه او جامعه اهليه ثانيه. الشرط الاخير انك لازم تكون حاصل على الثانويه العامه في هذا العام، يعني انت تكون متخرج من الثانويه العامه في سنه 2018. بالنسبه للاوائل المطلوبه، يعني عايزين صوره من شهاده الثانويه العامه، صوره من شهاده الميلاد، عاوزين صوره بطاقه الاب وصوره بطاقه الام، وعاوزين مفاضلات المرتب لولي الامر الاب والام، وعاوزين كمان يعني اثبات بعدم وجود حيازه زراعيه، وعاوزين اخر حاجه يعني بحث اجتماعي عن الاسره بتاعتك، وده هتجيبه من وزاره التضامن الاجتماعي. دي كده الاوائل المطلوبه في المنحه دي. بالنسبه للشرط عشان المنحه تستمر ان التقدير بتاعك ما يقلش، الجي بي اي بتاعك يعني ما يقلش عن 2.7/4، يعني انت في كل سنه مطلوب ان المجموع بتاعك ما يقلش عن 67.5% في كل سنه. عشان المنحه دي تستمر المجموع بتاعك لازم ما يقلش عن 67.5%. في حاله مثلا انك سقطت في ماده لا قدر الله، المنحه هتفضل شغال بس المجموع بتاعك ما يقلش عن 67.5%، ومسموح لك بماده واحده فقط. ممكن لو المنحه انت فقدتها، يعني انت قلت عن تقدير عام جيد، ترجع للمنحه بشرط هم هيحددوه معاك، يعني في فرصه ثانيه انك تكمل باقي المنحه لو انت قلت عن التقدير العام جيد. احب اوضح حاجه برضو قبل ما انهي، ان المنحه دي بتشيل عنك المصاريف الدراسيه فقط، يعني مثلا الكليه دي التكلفه بتاعتها 50000 جنيه في السنه، هم هيشيلوا عنك المصاريف ديت، ولكن مصاريف الكتب الدراسيه وملف التقديم اللي انت هتجيبه عشان تقدم في الجامعه، وكمان مصاريف مثلا السكن او المواصلات، هم مش متكفلين بالمصاريف ديت، هم متكفلين بالمصاريف بتاعه الكليه بس، انما الكتب الدراسيه والسكن واي حاجه ثانيه ديت كلها تبع الطالب. ده كده كان الفيديو بتاع الجامعه المصريه الروسيه والمنحه بتاعتها. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، واشوفكم فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.